محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وحضراتكم طيبين ودرجه الاوقاف والاخوه الزملاء في المحافظه، يعني دايما على قلب رجل واحد ودايما في الخير، وربنا يجعل كل اللي بتعملوه ده ثواب دنيا واخره ان شاء الله. اخواتنا واهالينا الوصل الحلى بالرعايه، احنا دايما في ظهرهم ودايما معاهم، وان شاء الله تتجدد بقى العربيات اللي عارف كل فتره بالظبط. ربنا يوفقكم، شكرا لكم مره ثانيه، وشكرا لوزير الاوقاف، شكرا للاخوه الزملاء، كل سنه وانتم طيبين. السلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا التحية والتقدير والشكر والامتنان لمعالي وزير الأوقاف الذي وعد فأوفى، والشكر موصول للسادة المضحين من مواطني محافظة الدقهلية لينظروا ويعلموا جميعا أنه الآن تمت الأضاحي، ذبح الأضاحي، ويتم اليوم توزيعها بتعليمات معالي وزير الأوقاف، بتعليمات معالي وزير الأوقاف، ليعلم ويشاهد كل شعب الدقهلية، للشعب مصر جميعا، ليروا الوعد الموفى من السيد وزير الأوقاف لتصل لحوم الأضاحي إلى مستحقيها الشرعيين، الأسر الأولى بالرعاية. هكذا استلمنا يوم السبت الماضي استلمنا 2 طن لحوم أضاحي، واليوم السبت الموافق 15 أغسطس بنتسلم الكمية الثانية 3 طن لحوم أضاحي أيضا، ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مواطني محافظة الدقهلية. الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف جميعا، ممثلة في وزيرها الفالح الناجح الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والتي تسلم الكمية من سيادته اليوم السيد الأستاذ الدكتور أيضا أيمن مختار محافظ الدقهلية، ليتم توزيعها عن طريق السادة العلماء الأفاضل الموجودين الآن لتسلم الكمية من سيارة الوزارة، يتسلمونها الآن ليتم توزيعها فورا. ويعني نوصي إن استطعنا أن نصل بها إلى بيت كل أسرة مستحقة فليكن ذلك ثوابا وحسنة لنا عند الله عز وجل. شكرا لكم جميعا، وشكرا لمعالي وزير الأوقاف، وشكرا للسيد المحافظ، كل عام أنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كل عام وحضراتكم طيبين، وجهد مشكور من وزارة الأوقاف ومن مديرية أوقاف الفيوم، ويعني زي ما عودونا دايما الدعم لإخواتنا هنا من أهالي الفيوم. بشكر الدكتور حسني على المجهود الرائع، وإن شاء الله مع بعض كده يبقى في دعم كامل ودعم كل سنة لأهالينا هنا في الفيوم. شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني وصلتنا اليوم بفضل الله الدفعة الثانية من لحوم صفوق الأضاحي، اليوم السبت الموافق 15/8/2020، عربية محملة بثلاثة أطنان من اللحوم، وهذه للمرة الثانية، وبهذا تصبح الجملة التي وصلت لمديرية أوقاف الفيوم أو لمحافظة الفيوم 5 أطنان من اللحوم. سنقوم بتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وفق تعليمات الوزارة. وشرفنا اليوم يعني معالي الأستاذ الدكتور محمد عماد نائب معالي المحافظ، فأهلا به ومرحبا، ونحن يعني بنوزعها هذه الإدارات توزع عليها اللحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. شكرا. كل عام وحضراتكم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يتم اليوم بحمد الله عز وجل السبت الموافق 15/8/2020 استلام الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي بكمية قدرها 3 أطنان، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. وقد سبق واستقبلت مديرية أوقاف الأليوبية كمية قدرها 7 أطنان وفق توجيهات معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكل عام وأنتم بخير. تعرفك؟ علي خلف محمد، سائق عربية اللحوم الخاصة بوزارة الأوقاف. وصلت الفيوم الآن اليوم 15/8،
حضرتك معاك كميه لحوم قد ايه؟ 3 طن لحوم سوق الاوقاف. الحمد لله على السلامه ونورت الفيوم. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا السواق سعد صبحي، تم الحمد لله وصولي الى مديريه اوقاف الاليويه لليوم 15/8/2020 الدفعه الرابعه لمديريه اوقاف الاليويه. وصلنا الحمد لله بحموله عربيه 3 طن من مجزر البساتين، والحمد لله وصلنا عند مقر ديوان عام المديريه وتم تسليم الحموله ليه.